ألف رسالة ورسالة كتبت في الحب ولا زلت أكتب. سأبدأ من البداية، أذكرك بكل شيء يجعلني مفتونا بك. أتعرفين، لقد اتخذت حرفة الكتابة من أجلك، من أجل أن أكتب كل شيء يسكنني. أنت أيتها الهاربة من حروف الأنيقة، كل شيء فيك يؤرقني، يتعبني. إنه العشق بطريقتي، عفوا، بطريقتك التي تجعلني أكتب اسمك في كل قساسة بدل اسمي. يا الله، ما هذا الانحراف القوي الذي أصابني؟ قرأت كثيرا عن بخلاء الحب ولم أعثر على اسمك في القائمة. أين يمكن أن تكوني؟ أبعد كل هذه السنين لم أتلقى منك أي إشارة. أتذكرين يوم كنا نترك المدينة، نتركها تحكي قصصها الكاذبة خلفنا، ونحن نبحث عن عوالم الإثارة، نستنشق الإغراء من أشجار العنب، نسكر بنظرات العشق التي كنا نتبادلها كل الأوقات. آه ثم آه، أول مرة نصوم عن الكلام ونشهر مباشرة سيوف القبلات التي لا تنتهي. كانت أول وآخر مرة نلتقي. لازلت أذكر اليوم والساعة، لم أنسى الأغنية التي كنا نستمع إليها وأنت ترمقينني بنظرة مملوءة بالحيرة. أعرف أن قلبك ينبض بالحب، لكن عقلك يحضك على الهروب قبل فوات الأوان. كنت أريد أن أفاتحك، لكن كنت أعرف مسبقا الجواب. تعرفين، منذ ذاك اليوم تعلمت أن الحب هروب، لكن في اللحظة التي نشعر فيها أننا أوفياء، كنت دائما وفيا. لهذا لم أتوقف عن الكتابة من أجل عيونك المتلألئة بالسواد، وفي كل فرصة أتحرش بالقلم أجعله يسقط على أوراق البيضاء لأكتب قصائدي عن غيابك القاسي، عن حضورك الساخن بين كلماتي. هل تكفي وحدها الكلمات لأكون منصفا لك ولي؟ أحتاج إلى الآلاف أو ربما الملايين من الكلمات لتنقل لك مدى اشتياقي، وهل فعلا ستكفي؟ لا أخفي عنك أن أصابعي تورمت من الكتابة، لقد أصابها التعب، تشكو من الألم، وهي ترسم كل يوم آلاف الحقول من شجرة العنب التي كانت شاهدة ذات يوم عن عشق لم يكتمل. أريد أن أتوقف عن الكتابة، أريد أن أمسحك من الذاكرة، لكن هل أستطيع؟ إن قلبي لا زال يهفو كلما سمع الأغنية التي جمعتنا ذات شتاء بارد، فيشعر بالدفء وأريد أن أتشبت بالألم. نص للكاتب المغربي عبد الكريم الساورة لقناة المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.